تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد. الحمد لله والشكر لله على نعم الله، أولى تساقطات الجيع صراحة الإخوان. يعني كاين واحد البرد، هذا هو اللي يتسمى البرد قارس. تبارك الله. بالنسبة لخرفنا الإخوان تبارك الله وما عادوا، لكن هاد الزينة تبارك الله ياكلوا في القصيل. الحمد لله، يعني تلقيت فاش الزينة راه جات واحد الوقت اللي نقولوا تقريبا هي هذيك. دابا اللي عاد برد الحال هاد الوقت، هادي اللي عاد برد الحال، نتا الخرفان راهم ولفوا البرودية، التلج تطيح، السمر كاين، يعني كاين المهم تكون ناقص جوج ولا خرفان راه يعني مقوسين شوية. جا يوم البرد، واخا راه بالنسبة لانتوما كيما تشوفوا هذا يعني راه مجموع شوية، ولكن تبارك الله تاي يرعاو في هذا القصيل تبارك الله، اللهم يسر. الحمد لله تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله يسخر الجميع. نتمنى من الله الثبات. ذكر اليوم شويه ديال التلج، راه هذه تقريبا 3:30 بدات تطيح تبارك الله. غدا ان شاء الله الخميس ذاكرينها مغيمه، والجمعه والسبت والحد راه ذاكرين الثلج. نتمنى من الله التيسير. بالنسبه للناس تيتصلوا بيا و تيصيفطوا لي في الواتساب واش كاين الثلج، مع الناس شاده العطله ما تخرج مع وليداتها يجيو يشوفوا الثلج. والحمد لله مدينة أزر والنواحي، إفران والنواحي راه تلقى إقبال في هاد الوقيتة ديال العطلة. إيوا بالنسبة لشي تلج الإخوان ما كاينش، كما تشوفوا هنا الجبل كانت تلج تكون بيضة، وجبل هبري وميشليفن كان طاح ولكن هز في نهار الأول هز، والله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخرفان تبارك الله راه طلعوا شويه ديال الصوفه، مابقاش يعني بالنسبه للبرد راه الحمد لله دابا ما غاديش ياثر عليهم. ملي كان بدا بعض التعاليق من الاخوان تيقولوا ودي راه بارد الحال غادي يتفرع الخروف، غادي يدخلوا البرد العظم، ولا يدخلوا البرد العظم شويه صعيب. الحمد لله داس بخير على خير، الحمد لله والشكر لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التلج تبارك الله راه مازال تطيح، نتمنوا من الله التيسير. هذا الإخوان كما قلنا الثلاثة ديال العشية ندخلهم إن شاء الله، غادي نمشيو نطلعو حتى للجبل ونشاركو معكم كي داير الأجواء تما. إذا إن شاء الله فيديو تاني الإخوان غادي نحطو على الجبل ومنطقة ديال الساب نشوفو كي دايره، والله يدير الخير. بالنسبه للناس يتفرجوا هنا اول مره ما ينساوش تفعلوا معنا في القناه، خليو لنا البصمه. تحياتي لكم، اللهم يسر. الناس اللي تتبعنا في صمت تحياتي ليها من هذا المنبر، اخوكم راعي الغنم الاطلس المتوسط يحييكم من مدينه ازرو إقليمي فران المغرب. تحياتي الناس الجالية، تحياتي الناس الجزائر والناس السورية اللي متبعيننا، الله يسخر الجميع.